مجرد حلم، حلم غبي حسنا. بالنسبة إليك لسنا سوى سنابل قمح تنحني أمامك أيها القوي. لم أقل هذا. والشمس والقمر والنجوم كافة تسقط من السماء تحت قدمي. لم أقل هذا أيضا. دعوني أذهب. بالطبع أيها الأخ الصغير، لكن بعد أن تتعلم قدرا من الاحترام يا حاكم الأمم. لا أستطيع أن أمنع نفسي عن الأحلام، كما لا أستطيع أن أفعل شيئا إذا كانت تتنبأ بالعظمة. لا، هذا قميصي يهوذا. حقا يا يوسف؟ كان هدية من أبي. هل كان حقا؟ لا تعرفون قيمة هذا القميص عندي. أعتقد أنني أعرف، ولكن لماذا لا تقول لي؟ وللمرة المليون، فربما أسأت بالفعل. لا تتحامق يا يهوذا. حسناً حسناً، جاء الأخ الأكبر للإنقاذ. ماذا عساك تفعل؟ تذبحه ويصير دمه على رأسك بقية حياتك؟ قدناه إلى هنا، لديك فكرة أفضل؟ ألقوه في البئر، على الأقل بهذه الطريقة تظل أيديكم نظيفة. رأوبين، ابتسم أيها الأخ الصغير، فالأمور ليست بهذا السوء. تذكروا أني المفضل عند والدكم. هل مات؟ ستدفعون ثمن ذلك يوما ما. سوف تدفعون. لا، ما زال حيا. لا بأس، لدي فكرة أفضل. يا هوذا، هل من أحد؟ حسنا، أقول 10، 30، 15، 25، 20. اتفقنا، 20 قطعة من الفضة. اصعد يا أخي الصغير، دعي الرجل يعين البضاعة. نحتاج إلى بعض الدماء. أحضر ما عزان، أسرع. يوسف، ماذا فعلت؟ كنت عائدا من أجلك يا أخي الصغير، أقسم بذلك. لا، قولوا إن هذا ليس صحيحا. آسف يا أبي، لم نستطع عمل شيء. ألم يطلب النجدة؟ لابد أن أحدكم سمع صراخه. سمعناه بنيامين، لكن اعتقدنا أنه يمزح. لم تكن لدينا أدنى فكرة بأنه هوجم، خصوصا من قبل وحش قوي. سوف نفتقده جميعا يا أبي. رائحته. بالطبع يا سيدي، قطعنا مسافة طويلة، لكن كما ترى له كتفان عريضان وساقان قويتان. نعم نعم، كلهم ذو ساقان قوية، وبيتي مليء بصفقاتك ذات النوعية نفسها. حسنا، سأستشير زوجتي. ها قد أتيت عزيزتي. رائحته كريهة. نعم أعرف، تحدثنا بالأمر. السؤال هو، هل سيكون ذا منفعة؟
أشك في ذلك. أوافقك برأيي. حسنا، عرفت جوابنا. لكن عليك أن تلاحظ أن له ساقين رائعتين. الساقين ثانية أهنئك، الكلام دائما عن الساقين. وظهر قوي أيضا. هل يتكلم؟ هل يتكلم؟ تريد زوجتي أن تعرف ذلك؟ بالطبع يتكلم. أخبرهم عن اسمك. يوسف. يوسف. يبدو أمينا، أؤكد ذلك. ولكن هل له عقل؟ هذا ما يهمني. أخشى أنه ليس لي سيدي. ماذا قل؟ لو كان لي عقل لعرفت معنى الغطرسة، ولو عرفت ذلك لما كنت هنا. سأخذه. هيا يا عزيزتي، أحتاج إلى الراحة، فشراء العبيد يرهقني. معنى الغطرسة، أحب هذا الصبي، أحبه كثيرا، سيحقق نجاحا عظيما. نعم، أعتقد ذلك. لا مزيد من البكاء يا أبي، طال حزنك أكثر من اللازم. سوف أبكيه ما دام قلبي حزين يا بنيامين. أنا متعب، أعتقد أني مهيئ للموت. فأين تذهب؟ لأخبر إخوتي، جعلوني أعدهم إذا اعتقدت أنك على وشك الموت بأن أسرع لإحضارهم. لا أقصد الآن، لن أموت في هذه اللحظة. أنا أيضا أفتقده. ماذا قلت؟ يوسف وأمي أيضا أفتقدهما. ماتت راحل ساعة ولادتك، كيف تفتقد شخصا لم تقابله قط؟ أفتقدهما وانتهى. كم كانت ستحبهما. الأمر الذي يدعوني أنا أيضا إلى حبك. هيا بنا. يوسف. يوسف. رائع، خذوها إلى معصرة الخمر وقولوا للتجار أن يبدأوا رقصا. يوسف. يوسف. ينيني، تحياتي صديقي العجوز. لدي رسالة لك. استرح، اجلس قليلا بقربي. والآن كيف تسير خططي المتعلقة بالوليمة؟ على أحسن وجه، أنت تتعلم بسرعة. ما كنت تعلمت شيئا دون مساعدة صديق قديم. قلت إن لديك رسالة لي؟ قلت ذلك. لقد تذكرت الآن، زوجة السيد فوتيفار تطلب رؤيتك. زوجة السيد فوتيفار دائما تطلب رؤيتي. طلبت حضوري سيدتي؟ نعم طلبت ذلك. ليس لديك ما تخشاه مني يوسف، تعلم ذلك صح؟ لا أخاف إلا من إله أبائي سيدتي، أما بالنسبة لك فأنا هنا لخدمتك. تماما، يعود زوجي من رحلته غدا. العمل للاحتفالات قائم. كنت دائما الشخص المفضل عندي يوسف، وأود أن أعطيك شيئا خاصا. ماذا باعتقادك يمكن أن يكون؟ لا أستطيع قول شيء سيدتي. ما يشتاق إليه قلبك، إنه تحقيق أعز أحلامك يوسف. أحلام سيدتي؟ أنا أيها الأحمق. يوسف. سيدتي لا أستطيع ذلك. لماذا؟ ألا تجدني جذابة؟ أنت زوجة سيدي، سيكون هذا خطيئة ضد الله. يوسف، بدأ صبري ينفد. عفوا، لكن يجب أن أنصرف. أيها الغبي. النجدة يا حراس، ليساعدني أحدكم، تعرضت للهجوم. Thank you.
كان عندي أعز من حياتي، فهل هذه خطيئة؟ أنت تعد بالكثير ثم تأخذ ربما أكثر. كل ما أريده هو حياة الطفل الذي ولدته المرأة الوحيدة التي أحببتها حقا. أتسمعني؟ رد ابني إلي يوسف. يوسف هيا استيقظ. ما الأمر؟ اشرب. لا أريد شرابا، ماذا تريد أنت؟ اليوم عيد ميلادي فرعون، سوف نحتفل وهو يطلب مني إطلاق سراح سجينين. حقا؟ حقا، تلقيت الأوامر لتوي. هذا أمر رائع، بعد سنة تقريبا. إن هذا يستحق الاحتفال. ابتهج في قلبك، إن الحظ إلى جانبك. لم أكن يوما بهذا النشاط. إلى جانبك. أنا حجانبا سيأتيان الآن. السجينان الآخران اللذان حررهما فرعون. ها هما سجينان. الساقي والخباز. إنهما صديقاك، فسرت لهما حلميهما. أطلق سراحي في 3 أيام، كنت على صواب، أنت حقا موهوب يا يوسف. ساعدني يا صديقي، أرجوك أرجوك لا تنسى أن تذكرني عند الفرعون. سأبذل جهدي. قال إن حلمي معناه أنني سأعدم. هل معكم فأس؟ ارفع يدك عني. أين نذهب؟ أين نذهب؟ أيها الصبي أخبرني كم عمرك؟ 21. 21؟ نفس عمر حين أحضروني إلى هنا. يا الله اسمعني، أخبرني ماذا سيكون مصيري؟ الحلم حلمته ثانية. أرسل إلي المستشارين والسحر حالا. أيها الفرعون، هذه المرة الثالثة التي تستيقظ فيها منزعجا الليلة. أحضرهم إلي. سمعا لجلالتك. كلا انتظر، إنك على حق. ساعدني يا صديقي، أنا حاكم قوي مهيب الجانب، لكني مثل طفل صغير في حجرة مظلمة. أحضر لي شخصا ذا فهم، شخصا أثق به. إله أبائي قد بين لك ما سوف يحدث يا صاحب الجلالة. تابع. البقرات السبع السمينة والسنابل السبع الممتلئة التي رأيتها في حلمك تشير إلى 7 سنوات من الازدهار ستشهدها هذه الأرض. أما بالنسبة للبقرات السبع الهزيلة والسنابل السبع الرديئة التي رأيتها في حلمك، والتي ابتلعت البقرات السبع الأولى والسنابل السبع الأولى، فتشير إلى 7 سنوات من القحط تلي ذلك. وماذا يقترح علي إله أبائك هذا عمله في هذا الموضوع؟ كل ما هو حكيم وجيد. وما عساه يكون؟ أقم وكلاء على مصادر الأرض ليعد للأوقات الآتية. سؤال أخير، ذكرني باسمه. يوسف جلالتك. اقترب يا يوسف، لو كنت مكاني هل كنت تصدق هذا التفسير؟ لو كنت مكانك وكنت حكيما مثلك يا فرعون لأدركت أن هذه هي الحقيقة. السؤال هو، ما هي الحقيقة؟ حسنا، إذن كيف تعد شعبي لمواجهة المجاعة؟ أنت ستقوم بذلك. إلى الأمام. سرعتنا كبيرة سيدي، يتعقبنا أحد. أحلامنا فقط يا أحد. كم مدينة بقي علينا فحصها؟ 2 سيدي.
عن وزوان. سوف ندفع نيح. اسم رائع. بالطبع اسم رائع. الفرعون أطلقه علي. الحياة لها طعم جيد. الحياة لطيفة جدا. هذه هي الحبوب التي جمعتها خلال 6 سنوات؟ لم يصل بعد محصول هذا العام سيدي. متى يصل؟ الشهر المقبل. لا تتأخر، نحتاج لكل حبة. ستأتي هذه المجاعة التي تحدثت عنها؟ طرحت السؤال الخطأ حبي. هل سنكون مستعدين؟ هو السؤال الأهم. عفوا يا سيدي، ليس أمامي سوى أن أسأل. طبعا يا منس، يمكنك زيادة حصة عائلتك من الحبوب. من التالي؟ عائلة من كنعان. كنعان؟ وصلت المجاعة إلى هناك؟ أدخلهم. سيدي صفلات فانيه، أنت لا تعرف أبانا، لكننا نبلغك تحياته. نحتاج لشراء قمح، لقد أرسلنا بفضته. سمعنا أنك رجل حكيم وناضج وعاقل وحاكم محترم ومقرب من الفرعون. هل نشتري منكم؟ هم غرباء يا سيدي، لكن من القسوة أن نخيب رجاءهم. أين بقية عائلتكم؟ أبونا في بلدنا وأخوتنا كلهم هنا. كلهم؟ ما عدا واحدا سيدي، بنيامين بقي في البيت ليعتني بأبينا. ألا يوجد آخرون؟ لا سيدي، باستثناء واحد مات. مات؟ نعم، قتله أسد جبلي. كاذب سيدي، ألقي بهم في السجن. هل أسأنا إليك سيدي؟ نعم، لقد أسأتم إلي. أنتم جواسيس أتيتم لمعرفة إن كانت المجاعة قهرتنا. يا سيدي هذا غير صحيح. أخرجوهم بعيدا عن وجهي. انتظروا لحظة، قلتم إنكم لستم جواسيس وعليكم إثبات ذلك. أحضروا إلي أخاكم الكنعاني المتبقي. سيدي أخبرناه أنه مات. لا تحاول خداعي يا عدوي. أقصد الذي تركتموه ولم تسحبوه معه. أحضروه إلي وسيبقى أحدكم كرهينة. هذا كل شيء. وحوش، هكذا هم أبنائي؟ هل تعتقدون أني غبي؟ أبي، كل كلمة قلناها لك هي كل كلمة قلتموها لي كذبة. احتفظتم بالنقود وبادلتم شمعون بالقمح. لا أبي. أليس كذلك يا يهوذا؟ أبي أعلم أنك لا تثق بي، وأتمنى لو استطعت تصحيح الأمور بيننا، لكن عليك أن تصدقني، شمعون في أمان، لكن لنضمن حريته علينا العودة مع بنيامين. لا تقلق أبي، أستطيع الاعتناء بنفسي. هيا بنا. وأبوكم الرجل العجوز الذي تكلمتم عنه، هل هو بصحة جيدة؟ حسنا، إنه عجوز وضعيف ولكنه ما زال حيا. جيد. والأخ المتبقي الذي وعدتم بأن تحضروه إلي أين هو؟ أنا بنيامين سيدي. لقد كبرت حقا. كبرت سيدي؟ لقد تخيلتك أصغر سنا، هذا ما قصدته.
شمعون. شمعون. كلوا واستريحوا، فأمامكم سفر طويل وحمل كبير. إنه طعام لذيذ. أيجب إخبارهم؟ لا لا، لم يحن الوقت. يجب أن أمسك لساني وأجد سببا لأبقي بنيامين هنا. عندئذ سيأتي أبي. يا أصدقائي، من هذه الكأس التي لا تقدر بثمن والتي أعطاني إياها الفرعون أشرب نخبة صحتكم. صفاء فرعونية. غدا قبل أن يصل إلى التلال، سمعتني؟ تعال يا أخي الصغير، إنك تعوقني. توقفوا باسم فرعون. سيدي صفنات فعنيح قد أظهر لكم عطفا وكرما، لكنكم أهنتموه بالسرقة من بيته. أفرغوا أكياسكم. لن نفعل. قوموا بذلك. لا تكن. كما اعتقد، إنه أثمن كأس لدى سيدي. سيدي، سيدي كنت قد طلبت حياة الشخص المسؤول، ولكن إذا قضيت على بنيامين فإن هذا سيحطم قلب أبي. لهذا السبب أطلب أن تأخذني أنا بدلا عنه كفدية له. اتركونا جميعكم، كلكم اخرجوا، اخرجوا. ألا زلت لا تعرف من أنا يا أخي؟ يوسف. من يمين. انتبه. أي بهدوء. لا توقعها. هيا بسرعة. احمل. انتبهوا وأنتم تحملون هذا. لا لا لا، الماشية تكون في الآخر، وإلا فإنها تعوقنا. ماذا تفعلون؟ حان وقت الرحيل. مستعد؟ بالطبع أنا مستعد. أنت احترس لهذا، إنه يخص جدي. أبي أرجوك، هل جلست؟ أنا جالس وأنت انتبه للطريق. إلى الأمام. انتوا مهم، أريدكم جميعا هنا. أتعتقد أنه سيموت يوما؟ أشك في هذا، وعلى كل حال بمقدوره الآن أن يرحل بسلام. أعرف لم أكن متسامحا، لكن خلال كل هذه السنوات كان مفقودا بالنسبة لي. لو كان ابنك، أما كنت تحزن، أما الآن فسوف أربي الحبيب يوسف، ولهذا أشكرك من أعماق قلبي. كما سأقول أيضا مني أحيانا لا أفهم. اتركوني وحدي، اتركوني يوسف. ابني الحبيب.